أما هلأ مشاهدينا بنكفي رحلتنا الصباحية لليوم مع فقرتنا الأخيرة. وصلنا لمساحتنا الأخيرة ورح تكون طبية. رح نحكي فيها اليوم عن الداء الزلاقي، سوء الامتصاص أو ما يسمى الداء البطني، أحد أمراض الجهاز الهضمي يلي بيحدث طبعا نتيجة التعرض لمادة الجلوتين الموجودة بعدد من الأطعمة من القمح والشعير والشوفان. اليوم رح نعرف أكثر عن هالمرض وخاصة عند الأطفال، ونعرف شو المعالجة، كيفية النظام الحياتي الغذائي مع دكتورة رشا داغستاني أخصائية أمراض أطفال. صباح الخير. صباح الخير سعد. صباحك، أهلا وسهلا. صباح الخير دكتورة. يا هلا. كثير سمعنا بالآونة الأخيرة انتشار داء الزلاقي خصوصا عند الأطفال، خلينا نعرفه شوي أكثر لكل الناس خصوصا اللي عندهم حالات جديدة بالبيت اليوم. تمام. هلا مثل ما ذكرت بالبدايه انه له اكثر من اسم، يعني داء زلاقي ممكن اسم شوي غريب عليهم، حساسيه القمح ممكن نقول، فكل لون بيصبوا ببؤره واحده. هلا بالبدايه لنفهم شو هو، ليش هيك عم يصير معه، ليش معنى هذا الطفل عم تصير معه هالقصه هي. هلا من الاسم تبع حساسيه القمح انه الطفل او حتى فينا نقول يصيب بالبالغين باي عمر، بيصير عنده نوع معين، ارتكاس معين لهذا الجلوتين الموجود بالقمح، فالجسم بينتج أضداد بتهاجم هذا الشيء، فيعني بيصير رد فعل مناعي تحسسي أضداد ناتج عن وجود هي المادة، فبصير الجسم يحاربها. فأثناء محاربته هو بيكون عم يحارب الذغابات المعوية بالأمعاء الدقيقة، فلما بيصير هذا الشيء وبيحاربه بيصير عندنا حالة من سوء الامتصاص وعدم امتصاص المواد الغذائية المهمة للطفل، ما بيقدر يمتص حتى الفيتامينات المهمة، فلهيك بقى بتبلش تظهر أعراض تانية عند مريض داء الزلاقي. يعني ممكن عادة في أعراض شائعة هضمية واضحة، لكن أحيانا ممكن يتظهر بشيء ما له علاقة بالأعراض الهضمية، ممكن يظهر بأعراض تانية. فحقيقة هو إذا بدنا نحكي كآلية مثل ما ذكرت، هو في نوع معين من الرد فعل المناعي تجاه هاي المادة. نعم دكتورة، يعني ممكن الكبير حسب الوعي والزيارات الدورية للطبيب يكتشف أنه معه سوء امتصاص مثلا أو داء زلاقي، بس الطفل الصغير ما بيعرف يعبر. كيف الأم فيها تعرف أنه ابنها معه سوء امتصاص، وخاصة أغلب الأطفال هلا عم نلاقيهم عم بيعانوا من مشاكل بالتغذية، يا ابنه ما بياكل، يا ابنه ما بيحب هي، يا ابنه ما بيتقبل شيء معين، يا عم بيعاني إمساك، يا عم بيعاني وجع معي. فخبرينا في شيء في تعرفه الام حتى تكتشف انه ابنها معه سوء امتصاص. هلا اول عرض وشائع اللي هو الاسهال، يعني واشياء عرض بيكون في عنا بعمر ادخال الاطعمه، يعني بالوقت اللي بتفوت فيه مثلا بالست شهور السيريلاك مثلا او منتجات مشتقات القمح تحديدا، كل شيء مشتقات قمح، شوفان، معكرونه، كذا، اي شيء له علاقه فيه، احيانا بيكون شيء بعيد ما عم يفكر فيه له علاقه فيه بيكون عاده. فبس تبلش تفوت له اياه بتلاحظ انه الطفل عم يعاني من اسهال مزمن، نسبة قليلة بصير العكس مثل ما ذكرتي إمساك، يعني ممكن يكون شيء ثاني، النفخة، الألم البطني، واللي ممكن أحيانا ما يوصل الطفل عنا ليكون واصل لمرحلة من فقر الدم أو سوء التغذية، فشل النمو. تلاحظ أنه الطفل ما عم ينمو، متأخر عن أقرانه، عنده نقص وزن شديد بالنسبة لأقرانه اللي بنفس العمر تماما، فبتظهر عنا هي الأعراض تبع نقص الوزن، فشل النمو، فهي بتراجع لحتى نعرف شو السبب. يكون أحيانا هو أحد الأسباب حقيقة، هي الأعراض واضحة بتكون عند الأطفال. أحيانا مثل ما قلت أنا من شوي أنه ما بتكون أعراض هضمية، يعني بتلاقي ابنه ما عم يعاني من شيء، ممكن عرض مثلا هو ممكن بالمدى البعيد مثل ما قلت يعمل فقر دم، يعمل شحوب، يعمل نوع من الاعتلال العصبي، ممكن يعمل تخلخل عظام، لأنه هو نحن مثل ما ذكرنا هو لما عم يأذي، عم يحارب الذغابات المعوية بالأمعاء، عم يعملنا سوء امتصاص، فسوء هالامتصاص عم يأثر على امتصاص الفيتامين د، على الكالسيوم، على الحديد، على كثير من المعادن، فممكن الام ما تحس، ما يظهر عندها الاسهال، تقول لي ابني ما شكى مثلا من الاسهال، فبيتظاهر بقى بينقص هالشيء، ممكن يتظاهر بمثل ما ذكرنا التلين العظام، تخلخل العظام، بياثر على الاسنان، نقص مين الاسنان، قصر قامه كمان عند الاطفال. هلا مع قصه عائليه ايجابيه فورا لازم بقى يكون في توجه من الاهل فورا، ما تستنى، يعني لما بيكون حدا احد اشخاص العائله او الابوين
مصابين سابقا بالداء الزلاقي، لانه هو له علاقه والسبب الرئيسي وراثي بحت. طبعا في مسببات ثانيه هذا اللي كنت اسالك عنه، يعني الاسباب الرئيسيه لهيدا المرض انه يصيبه غير الوراثي. يعني عم نشوف بالاونه الاخيره عم نشوف ناس كبار حتى فجاه مزبوط يصابون بداء الزلاقي، لانه في سبب غير السبب الوراثي، في له علاقه نوع بنسميه من الصدمه. يعني جسم بيمر مثلا بمرض معين او بعمل جراحي بصدمه نفسيه. تماما صدمه نفسيه كبيره، ف عم يرتكس الجسم مناعيا بهذا الشيء. ممكن صدمة نفسية عند أثناء الحمل، يعني مثلا ممكن تقول ما كان تشكو من شيء أبدا، أثناء الحمل صار معها هذا الشيء. مثل ما ذكرت، والسبب الرئيسي طبعا الأول هو العامل الوراثي. دول الأسباب الأساسية، لا يوجد أسباب أخرى. هلأ في أسباب تانية أنه نحن بنسميها أنه بيتواجد أكثر، أكثرها ممكن تأهب مثلا، بنسميه مثل تأهب المريض اللي عنده مثلا أمراض الغدة الدرقية المناعية، التهاب الغدة الدرقي المناعي، اللي مصابين بالسكري النمط الأول، عندهم مثلا نوع من أنواع التهاب الكولون مثلا المتهيش، فهدول مثل يعني تأهب أنه مصابين بهذا الشيء، مؤهبين أكثر لأنه ينصابوا بالزلاقي. نعم دكتورة، يعني اليوم دائما الحل لأي مرض هو مرتبط بنظام غذائي طبعا، وخاصة سوء أكيد هو بالذات هذا المرض، لأنه في شيء ممنوع منعا باتا وفي شيء مسموح. اليوم الطفل أساسا ما في عنده هالخيارات، يعني تنوع، هو دائما كل طفل بفضل شيء عن شيء، فكيف إذا صار كل شيء ممنوع مثلا من القمح، كيف يتعود الأم وشو ما لازم أبدا يأكل الطفل؟ وخاصة خلينا نسأل سؤال، هل إذا التزمت الأم بنظام غذائي حياتي ممكن يكون علاج للطفل؟ تمام. هلأ بالنسبة للداء الزلاقي، العلاج الأول والوحيد والطويل الأمد هو الحمية. يعني لهون نحن منشخص، منكون يعني منطول بالتشخيص وبنعمل كذا تحليل وكذا خزعة ممكن نعيدها، لأنه الحمية قاسية صراحة. يعني أنت عم تحرم الطفل من خيارات كبيرة. يعني إحنا كل شيء مشتقات القمح، الخبز، معكرونة، الشوفان، الشعير، يعني السميد، أي شيء له علاقة فيه نحن بده يمنع منه الطفل. أحيانا على فكرة، يعني هي حادثة صارت، أنه مثلا أكل همبرجر، هلا قالت انه الهمبرجر لحمه ما في شيء. طب هن لما عم يعملوه عم يحطوا طحين بقلب اللحمه، او حتى الكريسبي او الدجاج، هو ما له متحسس من الدجاج فعليا، لكن الطحين اللي عم ينحط بالطبقه الخارجيه للحوم. فاحنا اي شيء له علاقه بمشتقات القمح بدنا نبعد. حتى الخبز يمكن تماما لهم خبز خاص نحن من تماما بدائل نحن بنسميها، اللي هو خبز الدرة. ممكن يستعينوا بالارز انه يصنعوا منه نوع معين من الخبز او المعكرونه. نعم. هلا مثل ما قلت لك، لان حتى نحن نحطه على هالحميه الصارمه لازم قبل نشخص. فنحن عندنا اختبارات مصليه، بنطلب اضداد الترانس جلوتاميناز، بنطلب اضداد الاندوميزيوم، اضداد الجليادين. بس يطلع نحن عندنا في ايجابيه بهي الاختبارات، نعمل ساعتها بعدها خزعة للأمعاء، وممكن نعيد الخزعة لحتى نأكد تماما التشخيص. هلأ في كتير أمهات بتقول إنه نحن الحمية لأمتى، إنه ممكن للبلوغ وهو يتراجع. لا صراحة هي الحمية مدى الحياة. هلأ الفكرة هاي الصعوبة، يعني هاي الصعوبة تماما، الحمية مدى الحياة، ونحن أساسا عايشين وعلى فكرة وما كتير عم يلتزموا. أنا بعرف بعرف التزام، لأنه فيها صعبة، ونحن عم نقول بلد قمح، يعني نحن ربيانين على الخبز. مزبوط. أهلنا يعني كلياتهم كانوا الحنطة شيء أساسي بالبيت. فالغريب بالموضوع إنه في انتشار له بشكل كتير كبير، مع انه حتى طقوس الحياه كانت عندنا هي شكل اساسي. مزبوط. فنحن مثل ما عم اقول لك، نحن بدنا نفوت بحميه، لانه لقلك الغايه منا مثلا. هلا نحن ما عم نقول لك انه الجسم عم يرتكس، لما عم تفوت هي الماده اللي موجوده بالقمح تحديدا الجلوتين، عم يرتكس الجسم مناعيا، عم يحارب الامعاء. طيب نحن لما مثلا عمل هي الأضداد الموجهة للزغابات المعوية، مبدئيا ممكن تكون الأذية خفيفة، يعني قابلة للتراجع. عملنا حمية خلال مثلا عند الطفل أسابيع لشهر، ترجع الأمعاء طبيعية، ترجع الزغابات المعوية طبيعية. لكن أحيانا ممكن على المدى البعيد عم يضل تماما تليف وغياب للزغابات المعوية، يعني في بصير بقى أذية دائمة تماما غير قابلة للتراجع،
بيصير حتى لما بيعمل الحمية ما بيعود كتير يستفاد. أذية صار عنا بالأمعاء، صار عنا سوء امتصاص دائم ما عاد يقدر يمتص، حتى في تقاطع يعني من أحد أعراضه أنه ممكن يسبب بسبب هذا الشيء اللي عم يأثر على الذغابات المعوية أنه تأثر على امتصاص اللاكتوز، يعني نفوت بعرضين بمرضين اللي هو حساسية تجاه السكر الحليب، يعني إذا تناول الحليب أو مشتقاته يعمل لنا نفس الارتكاس من الإسهال والألم البطني والنفخة والأعراض الثانية المزعجة المعروفة لهو لمرض داء الزلاق. يعني يمكن دكتورة اليوم أحياناً الأمهات بيختلط عليهم الأمر بين حساسية الطعام، بيقولوا إنه ابني بيتحسس من القمح يمكن، بس بيعرفوا إنه لا، وفي تقاطعات مع أمراض تانية، يعني مثلاً الإسهال هو مو بس للداء الزلاقي، مشان ما تتعب كل أم مصاب ابن الإسهال هو هيك. صحيح. لا، في تقاطعات كثيرة مع أمراض تانية بتسبب الإسهال، وحتى سوء الامتصاص هو بحر من الأمراض وأعواز الإسهال. طبعاً في أنواع مو للداء يعني الزلاقي لنفسه سوء التغذية سوء الامتصاص، في أنواع تانية مسببة لسوء الامتصاص حقيقة. هلأ أنا ختاما نصيحة سريعة لكل الأهالي، لأنه فعلا هي مشكلة مدى الحياة، يعني مشكلة عم تعاني منها كل أم، خصوصا لأنه أساسا ما عندك خيارات لأطعام الأطفال، وفي أطفال مش مثل الكبير فيك تسيطري عليه، الطفل ممكن خلاص ما بيحب هاي الأكل، ممكن من وراك يطلع ويشتري مثلا. صحيح. مزبوط. هلأ أنا نصيحتي لأنه نلتزم بالحمية والعلاج تبع هذا المرض، لأنه نحن اختلاطاته للأسف ممكن تؤدي لخباسة تأهب كتير لموضوع السرطانات، من عدم مثل ما قلت اختلاطات سوء التغذية اللي حتسبب لنا مثلا تليون أو تخلخل عظام حتى بالأعمار الكبيرة، ممكن تأثر عند الأنثى بموضوع الخصوبة والحمل والإجهاضات، فنحن مثل ما بنقول هاي الاختلاطات أو العقابيل اللي ممكن أنه تأثر على المدى البعيد، من إضافة إلى كمان ممكن تأثر يطلع لنا طفح جلدي، شوية بثور قريبة بنسميه أنه نمط الحلقي الشكل هيربس، فهي كمان من أحد اختلاطاته، فنحن لما بنعمل بنلاحظ لما بنعمل الحمية بيختفي الطفح. فأنه نحاول قدر الإمكان أنه نلتزم بموضوع الحمية، وقبل كل شيء اللي هو التشخيص الصح. نعم، إن شاء الله ما نظلم الطفل. أكيد كتير ضروري قصة التشخيص الصحيح حتى ما يصير في خلط بين الأمراض والأعراض. أكيد. وأيضا بالنسبة للحمية بنتمنى من الكل أمهات، هلا صار عم تستخدم حميه الجلوتين كمان عند الاطفال التوحد واطفال اللي عندهم فرط نشاط حتى يقلل من نشاطهم، يعني بنتمنى من الكل يلتزم بالحميه لانه هي العلاج الوحيد لهي الامراض. بدنا نشكرك كثير دكتوره، بتمنى لك نهار كثير حلو مثلك. شكرا لك دكتوره هلا، بنشكرك لوجودك معنا، اهلا وسهلا فيكي.